إبراهيم سميت باسم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، نعم. هل ليها اسم تاني ولا هو ده الاسم بس؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام من السور القلائل اللي ليس لها إلا اسم واحد. يعني سورة سيدنا إبراهيم لم تعرف إلا باسم إبراهيم، ليس لها اسم آخر، يعني ما العلماء ما قالوش إن ليها اسم تاني. ده عشان كانت عن قصة سيدنا إبراهيم، لأن هو سبحانه، خلي بال حضرتك، كتير من السور تتسمى بأول حرف فيها، يعني سورة الملك سورة تبارك، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، بداية سورة سيدنا إبراهيم ألف لام راء، وكذا سورة بدأت بهذه الحروف، يعني فليس لها من البداية ما يميزها عن غيرها. وبالإضافة إلى أن فيها أهداف كثيرة، فعلشان كده لم تعرف إلا باسم إبراهيم. سورة إبراهيم عدد الآيات 52 آية، السورة مكية، ترتيبها في النزول من عند الله رب العالمين رقم 72، ترتيبها في المصحف رقم 14. الهدف العام والإطار العام لسورة إبراهيم نعمة الإيمان ونقمة الكفر. الله، هدف عظيم جدا، والسورة كلها شغالة على هذا الأمر. ومن أول آية ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالظلمات الكفر والنور الإيمان، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. وسيدنا موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. فالسورة لها هدف عظيم جدا، وإن شاء الله لسه هنكمل معه. سورة سيدنا إبراهيم مرتبطة جدا بالسورة اللي قبلها اللي هي سورة الرعد، لأن في آخر سورة الرعد ومن عنده علم الكتاب وأصح التفسير الله رب العالمين، وأول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أول السورة مرتبط بآخرها، أول السورة بيتكلم على دعوة الأنبياء، وفي آخر السورة بيقول إنه هذا بلاغ للناس. أول السورة مرتبط بنهاية السورة اللي قبلها برضو؟ طبعا، دايما 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 في ارتباط كامل. ومن أكتر الأشياء اللي بيغلط الناس فيها في التعامل مع القرآن الكريم إنه بيتعامل مع القرآن الكريم بمنطق تاجر التجزئة، ياخد آية واحدة كل حاجة حاجة منفصلة بالظبط لوحدها، هو كله بيكمل بعضه. الله يبارك ومعنى في عمرك، من معاني القرآن. الله يبارك، مظبوط جدا. القرآن الكريم من أول كلمة لآخر كلمة كالسورة الواحدة وكالهدف الواحد، ومتماسك جدا جدا. من القيم المهمة جدا، أدعو كل إنسان إنه لما يجي يتكلم على أمر من الأمور أو حكم من الأحكام أن يأتي بكل الآيات الواردة في الموضوع الواحد في مكان واحد، وكل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، علشان يخرج بفقه متوازن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاب على من يتعامل مع القرآن الكريم بمنطق تاجر التجزئة، ياخد آية واحدة ويجري بيها. قال الله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين، اللي بيقسموا، الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني أعضاء متفرقة، لأنه لما بياخد جزء وما يكملوش يدي معنى تاني، كمل الباقي عشان تفهم المعنى الصح. الله يبارك في عمرك. كان العلماء يضربوا لنا مثل، يقول فويل للمصلين. يا عم كمل كمل علشان تقدر تجيب لي المعنى المظبوط. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عشان أجمع ما بين المعنيين الكاملين. سورة سيدنا إبراهيم لها مفردات، سورة متميزة، سورة عظيمة جدا، وتسمت باسم إبراهيم، رغم أن سيدنا إبراهيم ذكرت قصته في سور كثيرة جدا. اشمعنى السورة دي اللي تسمت باسم إبراهيم؟ لحاجتين. تفضل. الحاجة الأولى أنه السور السابقة واللاحقة على سورة إبراهيم بتتكلم عن تفاصيل دعوة الأنبياء. قال لقومه كذا، ردوا عليه كذا، نوح عمل كذا، إبراهيم عمل كذا، مواقف
مواقف من حياة الأنبياء مع أقوامهم.